هل الشاعر يكتب أفضل في وقت الحزن؟ أكيد. أفهم من كلامك بأن غالبية كبيرة من قصائدك كتبتها في وقت حزن. أكيد. يعني أنت قاعد تأخذ من الحزن أجمل ما فيه وتعبر. أكيد. قلت آخر قصيدة كتبتها متى؟ والله من زمان يعني. إيش كثر من زمان؟ طبعاً كنت لازم أكتبها عشان أبي أكتبها يعني، هي كانت عندي من زمان بس كملت عليها عشان كان عندي أسبوعها، كنت سنة مطالع فلازم أطلع، الجمهور يبي وأنا كنت مشتاق يعني للمسرح، فقلت ما أبي أجيب القديم، فكنت مجبور إني أكملها. نامي وقولي للصباحات أهلين، قولي صباح الغير للصبح، وإني سويت كل حاجة علشان تبقين، ما كان لها داعي تروحين عني. مجروح؟ ما في واحد يعني ما انجرح يعني، بس جرح عن جرح يفرق على فكرة. أكيد، بس كل إنسان في العالم أكيد لازم ينجرح، لازم تخيل لازم ينجرح. عشان؟ عشان يتعلم، عشان تصحى. مو عشان ينكسر. لازم تنكسر عشان تصحى، بس فرق انكسار عن انكسار يفرق. في انكسار بينك وبين نفسك، وتطلع في لقاء، وتطلع في أماكن إنك أنت البطل. بس في أشياء لازم تعلمك يعني، في مواقف لازم تعلمك. يهزك العطر أم الأغنية أم المكان؟ والله كلهم يا علي. وأشدهم قسوة على قلبك هو؟ عطر 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 بالثلاث كافي على فكرة. عطر. شريان، بالنسبة لك الوقت يداوي ولا الوقت ينسي؟ شوف، ما حد ينسى، هذا شيء مستحيل، ما حد ينسى. إذا كان الشخص اللي قدامك يعني، حتى لو أنك بتقول بينك وبين نفسك كان كبير، هو ما زال كبير، بس أنت قاعد تكذب على نفسك. لأن مستحيل تنسى، أنت قاعد تنسى. بس نسيان، أنا وجهة نظري أقول مستحيل. لو شنو ما يسوي، لو شنو، لأنه مو أنت اللي تبي، قلبك اللي يبي يعني، مو أنت، أنت ودك تنسى، أنت ودك تدفع كل ما عندك عشان يروح من بالك، بس هو موجود. لا قعدت بروحك ما يدري عليك إلا هو، مو بكيفك، بكيف بالك هذا. لا اشتقت، ما اشتاق إلا هو، مو بكيفك هذا بعد. الوقت داواك؟ أي كذب. الله يسلمك. آسف يعني حبيبي، بس كذبت. الوقت للحين في مرحلة إنه يداويك، بس أنت ما تداويت تماما. ممكن يعني، ترى باين واضح، وانت قلت بأن الشاعر لابد انه يكون صادق. اكيد صدقك واضح من عيونك. اذا عيونك تكفي خلاص، لها الله تسمع مني. قاعد يشرب ماي شكو، ما ادري، مو عطشان. لانك ارتبكت. والله يمكن، ولانك انسألت اكثر سؤال تخاف تجاوبه. والله يمكن، اذا انت دارس علم نفس فانت صح يعني. انا دارس قلوب. كلام كبير يعني. وادري، وجربت بما فيه الكفاية، وعرفت وعرف الإنسان اللي قاعد يتعافى من اللي تعافى، وبالتعافى إن شاء الله. بس عساك إن شاء الله ما تنجرح مرة ثانية. يا حبيبي قول أمين. أبدا. اللهم أمين. قراراتك تأخذها أكثر بعقلك ولا بقلبك؟ للأسف بقلبي، شيء مو زين ترى، شيء قاعد أتأذى منه، شيء مخليك مبدع. يا حبيبي والله يمكن، شيء مخليك فنان. والله يمكن، بس ودي أتخلص من الشيء هذا، ودي أفكر بعقل يعني. ما راح يكون في عندك ذرة إبداع في أي بيت شعر تكتبه لقدام. أشكرك. في حياتك المهنية والعائلية، وفي قراراتك بين أصحابك وغيره، وازن، بس عند إبداعك لا توازن أبدا. انسى عقلك، سلم زمام الأمور لقلبك، لأنه أصدق أمام الشغف والإبداع فعليا. كلام كبير ترى، واعتبرها نصيحة أخ. أشكرك يا حبيبي. الله يسلمك.